وللحديث أكثر عن استمرار أزمة الكهرباء في العراق في ظل عدم أو في ظل وعود بتحويل العراق إلى دولة غازية، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان الخفاجي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك أخي العزيز، حياك الله، حي القناة وحي المشاهدين الكرام. مرحبا بكم دكتور. الأزمة تتواصل، تستمر، تتعقد، تتأزم عاما بعد آخر. نحن نتحدث عن عقدين من الزمن، عن حكومات عديدة مرت على هذا الملف، والأمور من سيء إلى أسوأ مع إنفاق مليارات من الدولارات على هذا القطاع. هل هي أزمة سياسية أم أزمة اقتصادية أم أزمة مهنية؟ كيف يمكن تفسيرها دكتور في ضوء هذا الفشل الذريع؟ بدأنا أقول أحسنتم أن اخترتم أستاذ استراتيجية للملف، هو كهربائي هندسي بامتياز، وذلك تقديرا منكم على أن هذه الأزمة هي أزمة سياسية وليست فنية. نعم، وكل الدلالات تشير إلى أنها أزمة سياسية بامتياز وليست فنية، ودليل على ذلك إذا كان الغاز قليل لا يشغل التوربينات الكهربائية، فالغاز لم نشهد أزمة غاز في العراق حاليا، سيما أن الغاز في الصيف أقل استخداما من الشتاء، وكذلك المرافق الوقودية الأخرى التي تنفذ من الشارع. وارتباط أزمة الغاز غالبا ما تتوفر أو تتلائم مع مواقف سياسية إيرانية إقليمية أمريكية وما شابه ذلك. إذن هي عملية ابتزاز وعملية سياسية بامتياز، ودلالات تشير كلها على أن ليس فقط الفساد الذي يحرم العراق من إنتاج الكهرباء بصورة طبيعية، بل هناك أسباب سياسية ستبقي الأزمة هي إلى أن يشاء الله قبل أن يشاء البشر. نعم دكتور، أي أزمة نتحدث عنها سواء في الغاز أو في غير الغاز، ونحن نتكلم عن بلد نفطي من المفترض أنه يصدر الطاقة بمختلف أشكالها، ليس أن يعاني بهذا الشكل في الصيف وفي الشتاء. يعني أصبحت هذه المواسم مواسم معاناة، كأن البلد تعيش حربا اقتصادية وحربا عسكرية، وبالتالي تعاني في هذه القطاعات المهمة. لو قارنا مع دول أخرى شبه نفطية أو شبه نفطية لشاهدنا الحالة العراقية هي حالة فريدة من نوعها بالمرة. ولو قاربنا مقاربة بسيطة أن ما حصل عام 90 من تدمير المنشآت النفطية العراقية والمنشآت الكهربائية وتم إعادتها خلال 40 يوم أو شهر، بينما الآن سنين مع مليارات صرفت، ما يقارب 70 أو 800 مليار دولار صرفت دون كهرباء، علما أن العراق يحتاج 20 ميجاوات، وبالتالي كل ميجاوات هو 1 مليار، 20 مليار يمكن أن تنشئ كهرباء كاملة بالعراق، ولكن هي إرادة خارجية إيرانية على وجه التحديد لكي لا تنتج كهرباء، وعدم وجود كهرباء يعني عدم وجود حياة صناعية وعدم وجود زراعة، وبالتالي يبقى العراق عالقا على أمل المساعدات الإيرانية والتبادل الإيراني الاقتصادي والزراعي، وإذن هي إرادة سياسية خارجية وليس خلل فني أو نقص في الكوادر العراقية الفنية. ولا أقول وأبالغ، أنا على علم أن إحدى الشركات الأجنبية جاءت لكي تقدم عرض رائع جدا، وهو أن يسوق هذا الغاز الذي يحرق يوميا من مراكز التكرير النفطية، ويتم معالجته بصورة علمية مهنية، ويرسل بأنابيب إلى حيث الحاجة للإنتاج الكهربائي مقابل استحقاقات مالية تصرف بعد أن تتم المشروع. اصطدم المشروع بكلمة معروفة بالعراقيين، أين المالات، أين حصتي، وبالتالي الشركة انسحبت، علما أنها مستعدة أن تقدم كل شيء وتنجز كل شيء دون أن تأخذ مبلغ. إذن إرادة سياسية وليس خلل فني أو نقص في المعدات وما شابه ذلك. ما يدعم حديثك دكتور قحطان هو ما قام به السوداني من توقيع اتفاقية مع إيران باستيراد الغاز لمدة 5 سنوات، علما بأن السوداني صرح بأن العراق سيصدر الغاز خلال 3 سنوات. يعني كيف يمكن فهم هذا الموقف دكتور؟ أنا دائما أتابع الحالة منذ 2003 لحد الآن، ما يقوله أي مسؤول عراقي هو لأجل الاستهلاك المحلي، الاستهلاك الآني، لا يعي حقيقة الأمر ولم يخطط لهذا الشيء بالمرة نهائيا.
هذه مجرد إعلانات لكي يكسب بعض الأوقاف أو بعض المواقف من هنا وهناك. أنا أعتقد أن لا السوداني ولا غيره قادر على إنهاء أزمة الكهرباء، لأن أزمة الكهرباء إرادة قلنا إيرانية، ثم هذه الأموال التي تصرف إلى 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 إيران، أو حتى تلك الأموال التي تصرف إلى الغاز للمولدات الأهلية، لو نجمعها لكان بالإمكان أن ننشئ مؤسسات كهربائية أو محطات كهربائية عملاقة حديثة، ولكن ليس هناك إرادة. قبل قليل قلت كيف يكون في بلد نفطي عجز في النفط؟ لأن البلد ليس بيد أهله، ليس بيد أناس حريصين على الشعب العراقي، لذلك هم باعوا العراق قبل أن يأتوا للعراق. دكتور، ما تتفضل به يثير تساؤلا مهما حول، يعني نحن نتحدث عن شكل من أسوأ أشكال التبعية إنجاز التعبير واستلاب للإرادة. يعني هل معقول دكتور إنه حتى لو كان هناك كما قلنا تبعية واستلاب للإرادة بهذه الطريقة، هل معقول أن يعني يسمح المسؤول العراقي بغض النظر عن مدى ولائه وتبعيته للطرف الخارجي الإيراني أن تمس حياة المواطنين العراقيين بهذا الشكل اليومي على مدار الساعة في قطاعات مهمة كالكهرباء والماء وما ينتج عنها من فقدان للقطاع الصناعي وغيره من القطاعات المهمة؟ كل شيء يتأثر بالكهرباء، أليس ممكنا أن يتحلى المسؤول العراقي بنوع من روح المسؤولية ويعني تكون هذه الملفات على الأقل في مصلحة المواطن العراقي؟ للأسف لم نشهد مثل هذا ما تفضلت به، لا هناك دالة إيجابية بهذا الاتجاه، لم نلمس من أي مسؤول عراقي بغض النظر عن مسمياته وخلفياته الانتمائية أن يفكر واحد بالمليون لصح العراق. ولو رأينا أو تابعنا لوجدنا الصحة هي أسوأ من الكهرباء، الخدمات العامة هي أسوأ من الكهرباء، المياه الشرب الآن الغالبية المياه لا تصلح للشرب نهائيا. لا شيء في العراق هو إيجابي، لما يكون لا شيء في العراق إيجابي خلال 20 عام، علما أن هناك واردات مالية للعراق نهزت 1.5 تريليون دولار، وهي كفيلة أن تعيد بناء العراق طابوق ذهب وطابوق فضة. إذا هناك إرادة خارجية أقوى من هذه الإرادات، ثم هم لم يخفوا انتماءاتهم للقوى الخارجية، بحيث أن بعض الشخوص على التلفاز قالوا إذا ما حدث حرب بيننا وبين إيران نحن إلى جانب إيران، والمسؤولون جميعا وجلهم بما فيهم مالكي وسواء قال نحن فاشلون فاشلون فاشلون، وآخرون يشاركون كمقاولين تفليش. إذا نحن أمام قيادات عراقية هي للأسف تدعي عراقية الهوية ولكنها منتمية إلى قوى خارجية. الحالة العراقية فريدة من نوعها في العالم جميعا، لا دولة في العالم هكذا أبنائها أو المسؤولين مصدين لعملية سياسية. اسمح لي دكتور بسؤال للطرف عن الطرف الآخر وهو الشعب. نعم. الذي يعاني من سوء الإدارة وفشل الحكومة في كما قلنا في ملفات أساسية، في التعليم وفي الصحة وفي الكهرباء وفي الغاز وفي الطاقة، جميع قطاعات الحياة بالإضافة إلى السرقات والحالة السياسية والاقتصادية، كل ذلك دكتور يعني كيف وقعه على المواطنين العراقيين وكيف يتعامل معه العراقيون بصفة عامة؟ وقعوا بالتأكيد قاسي جدا، المعاناة لا يشى لها معاناة شبيهة. يكفي أن نقول للأسف الشديد وصف عالمي متفق عليه، العراق أسوأ بلد بالعالم من حيث المعيشة. الشعب العراقي وما زال رافض لهذه النماذج التي جاءت مع محتل المذهبية الطائفية، خرج بتظاهرات تلو التظاهرات، قدم آلاف الشهداء، ولكن للأسف الشديد العراق الثوار الشعب العراقي الناصع يواجه دول ثلاث في داخل العراق، يواجه دولة المنطقة الغبراء في الغبراء، ومنطقة الدولة العميقة اللي هي أقوى المنطقة الغبراء، ودولة إيران. زد على ذلك كل ثورات الشرع. نعم، أشكرك دكتور. للأسف انقطع الاتصال بدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كان معنا عبر سكايب.